نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة فيديوهات عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت لقاءات وفيديوهات من داخل مشروع النهر الأخضر الذي يتكون من مساحة ضخمة في قلب العاصمة الإدارية ويضم العديد من المشروعات. كما تضمنت الفيديوهات لقاءات عن البرج الأيقوني بحي المال والأعمال في العاصمة الإدارية والذي يبلغ ارتفاعه 385 مترا ويتكون من 78 طابقا، بالإضافة إلى أن إجمالي مساحته يصل إلى 650 ألف متر مربع. جاء ذلك لرصد آخر التطورات في المشروعين ولتوثيق عظمة بنات مصر في تشييد ناطحات سحاب فريدة.